السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي أكبر وأقوى برامج معمولة أوبن سورس، وتقدر إن أنت تطلع كود وتشوف زي ما أنت عايز، خاصة بالذكاء الاصطناعي. هتلاقي حاجات كتيرة جدا، هسيب لكم الرابط أسفل للفيديو. هتلاقي أغلبها على الهاجينج فيس وحاجات تانية على الجيت هاب. دول منصتين حلوين للشغل أوبن سورس، وأغلبهم شغال بلغة البايثون، وتقدر ان انت تحملهم وتقدر ان انت تشتغل عليهم. وفي تريننج للموديل بحيث ان هو يطلع نتائج دقيقة، انت بقى تقدر تخصصه او تبدأ ان انت تزوده. ممكن يكون مثلا هو انترناشونال، فانت تدخله القوانين بتاعت مصر وبتاعت الدول العربية بحيث ان هو يقدر يجاوب عليها. وكل واحد فيهم مشروع اسفل الفيديو، اسفل في قلب المشروع، مشروع هو بيعمل ايه وازاي ان انت تقدر تفتحه في البايثون وتبدأ ان انت تشتغل عليه. مثلا ده خاص بالجي بي تي، وهتلاقي هنا اسم المطور واسم اللايسنس اللي موجودة والمعلومات الموجودة بحيث ان انت تقدر تستدعيه وتبدأ تشتغل بيه، عشان ما تبدأش من الصفر، لان هتبدأ من الصفر هتلاقيهم انطلقوا وعملوا حاجات تانية اكتر بكتير. فلا، تبدأ من حاسب بتاع الاخرين وتبدأ ان انت تكمل. طبعا التمبريتشر هنا عايز الدك عايز يعني يخصص الاجابه ولا لا. هنا كده بتديله مطلق الحريه ان هو يجاوب اجابات بعيده عن السؤال، فممكن اقول لا، خلي التمبريتشر مثلا بالشكل دوت.